أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، سنخصصها اليوم للحديث عن أبعاد وتبعات إصدار ميليشيا الحوثي تعميما ينص على تجميد حسابات بنكية وأموال وممتلكات لأكثر من 1200 من الشخصيات والكيانات والمؤسسات. أصدرت ميليشيا الحوثي تعميماً بحجز ومصادرة أموال وممتلكات أكثر من 1200 من الشخصيات والمؤسسات الخيرية والشركات التجارية، وكشفت وثيقة صادرة من البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين عن توجيه رئيس وحدة جمع المعلومات في البنك إلى جميع البنوك في صنعاء بحجز الممتلكات والتحفظ على الحسابات البنكية للأسماء والكيانات التي وصفتهم الوثيقة بالخونة. تضم الأسماء قيادات في السلطة الشرعية ونشطاء سياسيين وقيادات حزبية، بالإضافة إلى مؤسسات خيرية وقنوات إعلامية وشركات تجارية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: إلى أي مدى يشكل هذا التعميم انتهاكا للحقوق العامة والخاصة؟ وما هي قانونية التعميمات التي تصدرها الميليشيا في المناطق التي تسيطر عليها؟ في انتهاك يضاف إلى قائمة انتهاكات الحوثيين منذ انقلابهم على الدولة وتحويل المناطق التي يسيطرون عليها إلى مناطق مفتوحة لمصادرة الحقوق والحريات، ها هي الجماعة تعود مجددا لمصادرة ممتلكات المواطنين تحت مبررات يصفها حقوقيون بالواهية وغير القانونية. في جديد انتهاكات صنعاء أصدرت ميليشيا الحوثي تعميماً بحجز أموال وممتلكات أكثر من 1200 من الشخصيات والكيانات والشركات التجارية. الأسماء التي احتواها التعميم شملت قيادات السلطة الشرعية ونشطاء سياسيين وقيادات حزبية، بالإضافة إلى قنوات إعلامية ومؤسسات أخرى. البنك المركزي وفي أول تعليق له قال إن التعميم الصادر من فرع صنعاء باطل باعتبار أنه صدر تحت تهديد السلاح، ومشددا على عدم التعامل مع هذا التعميم، وموجها جميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية بعدم الاكتراث بالتعميم الصادر من فرع صنعاء أو من يمثله. حقوقيون قالوا إن التعميم يفتقد لأي سند أو أساس قانوني لأنه لا يحمل أي صفة دستورية، فيما أكد رئيس فرع الرصد بمنظمة سامي للحقوق والحريات أن أي خطوات تقوم بها جماعة الحوثي في هذا الخصوص هي أعمال تفتقر للمشروعية، ذلك أن الدستور اليمني كفل للمواطنين حقوقهم في الملكية وعدم المساس بها. الإجراء الذي قوبل بموجة سخط ورفض كبيرين أعاد إلى الأذهان الحقبة التاريخية القديمة، وتحديداً عهد الإمامة بعد نهب أموال سكان مدينة صنعاء ومنحها كهبة لصالح من أسقطوا بوادر ثورة الحركة الدستورية، وهي الحركة الثورية التي شكلت البعد الأول لقيام ثورة 26 من سبتمبر ضد الظلم والقهر ومصادرة الحقوق والحريات. نبدأ النقاش مع الأستاذ مفضل إسماعيل أبارة عضو مجلس النواب، أهلا بك أستاذ مفضل. أسعد الله مساك أخي سامي ومساء مشاهديك الكرام. شكرا لك أستاذ مفضل. بداية، كواحد من الشخصيات الذين شملهم التعميم الصادر من قبل ميليشيا الحوثي، باعتقادك ما مدى شرعية ما تقوم به الميليشيا فيما يخص مصادرة الأملاك والحقوق الخاصة؟ أولا أنا تقبلت هذا الخبر كما يقال شر البلية ما يضحك. هناك دلالات أولا لهذا التعميم وهناك مآلات. أما بالنسبة للدلالات فجماعة الحوثي تؤكد كل يوم أنها جماعة إرهابية همجية، حتى وهي تزعم أنها دولة لا يمكن أن تحسن حتى تصرف الدولة في أي موقف من المواقف. وعلى سبيل المثال هذا الموقف، يعني حتى الانقلابات التي تحصل في أدغال إفريقيا وفي البلاد المتخلفة والكذا لا يمكن أن يتعاملوا مع البنوك ومع هذه المؤسسات التي لا ترتبط فقط بالنظام المصرفي المحلي وإنما بالنظام المصرفي العالمي، لا يتعاملوا مع هذه الخفة وكأنها دكاكين شماء في صعدة يمكن أن يصادروها ويمكن أن يأخذوا حقوق أصحابها. هذا كلام يدل على عقلية هذه الجماعة وعلى جهلها وعلى عبثها. الأمر الثاني، الكشف الذي قدمه الحوثيون شمل الأحياء والأموات وشمل الصغار والكبار بصورة أيضا عبثية وهمجية، يدل على خفة هذه الجماعة وعلى سوء تصرفها وعلى أنها مجرد عصابة لا أكثر. يعني تصور الزميل الأستاذ المرحوم محمد حسين عشال المتوفي من أكثر من 10 سنوات، عبد القادر بافضل، الدكتور بافضل أيضا متوفي من عدة سنوات، الشهيد عبد الرب وغيرهم من الشخصيات الذين توفوا منذ سنوات وهم ما زالوا يضعون أسماءهم في هذه القائمة.
الأمر الدلالة الأهم في هذا الموضوع أن هذه العصابة تشعر أن أوان رحيلها قد اقترب، وبالتالي هي تحاول أن تجمع أكبر كم من الغنيمة التي تعتقد أنها ستستطيع جمعها من أجل أن تهرب بها، أو كما يصور لها خيالها أنها يمكن أن تفلت بها وأن تجمع أكبر حيز، مثل اللصوص الليل الذين يحاولون قبل أن تداهمهم الشرطة أن يجمعوا أكبر كم من الغنيمة. هذه دلالات هذا القرار. أما ما لا تطلع عروفة طبعا لا يوجد أي صفة قانونية لهذا الإجراء، لأنه حتى كما قلت لك في حتى الأنظمة الدكتاتورية عندما يقررون التحفظ على بعض الأموال فإنما يصدر أمر من النيابة والقضاء بالتحفظ فقط وليس بالمصادرة فورا وليس بالاستلام، لكن هؤلاء شكلوا مباشرة لجنة للحصر والاستلام، وكأننا كما قلت لك سنصادر بعض دكاكين الشمة في صعدة أو غيرها، وهذا هو السلوك الهمجي الذي يعني يحمل الدلالة الأكيدة على أن هؤلاء يستشعرون أن رحيلهم قد اقترب، وبالتالي يحاولون أن يجمعوا أكبر كم من الغنيمة، وهذا لن يتأتى لهم لأن اليمنيين اليوم يطرقون أبواب صنعاء، يطرقون أبواب الحديدة لاستعادة هذه الدولة المخطوفة من هذه العصابة الهمجية. المآل القانوني ليس له أي صفة قانونية، رئيس البنك المركزي الشرعي الذي تعترف به العالم أصدر هذا التعميم الذي كان واضح في تقريركم، وبالتالي لا توجد أي صفة قانونية ولا شرعية لهؤلاء، وهذا أيضا ليس فقط اعتداء على هذه الحقوق بل هدم لهذه المؤسسات. يعني البنوك التي يمكن أن تتعامل هي تهدم نفسها وهي تلغي وجودها، يعني هم يلغوا حتى وجود هذه المؤسسات لأنه لا يمكن أن تقبل البنوك وهي تعرف كيف تتعامل مع القوانين المصرفية العالمية، لا يمكن أن تقبل بمثل هذه التوجيهات. طيب سأعود لك على موضوع قدرة البنوك على التعاطي مع هذا التوجيه من عدمه، لكن أشرك معنا بالنقاش وزير حقوق الإنسان أستاذ محمد عسكر. أستاذ محمد أهلا بك. إذن أستاذ محمد فقدنا الاتصال، عود للأستاذ مفضل. إذن أستاذ مفضل، بالنسبة للبنوك هل هي قادرة على عدم التعامل مع هذا التوجيه بما أنها هي في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا؟ وأنتم أيضا ماذا بيدكم فعلا لمواجهة هذه التوجيهات والتعميمات؟ البنوك لا تستطيع أن تستجيب لهذه التعميمات لأنها تعرف أن وجودها مرتبط بتنفيذها للقوانين وللقانون وللدستور اليمني أولا ثم لتنفيذها للقوانين العالمية، لأنها بنوك مرتبطة ببنوك العالم، ولا يمكن أن تقبل نفسها أن تصبح مجرد أمين صندوق لدى هذه الميليشيات تسلم ما أرادوا وتدفع ما أرادوا. إذا قبلت هذه البنوك أو الفروع الموجودة تحت سلطة الميليشيات فإنها تقضي على نفسها. أمامها خيارين، إما أن ترفض وأن تعطيهم هذه المبررات أو تمتنع عن العمل تفتح فقط في المناطق التي تقوم بها الشرع. وأنا أعتقد أن هذا الذي سيحصل عندما ترفض كل البنوك والمؤسسات المصرفية هذه الأوامر وهذه التعليمات، لا شك أن هذه الجماعة ستتراجع لأنه مش معقول أن يستمروا في غيهم إلى النهاية. طيب هذه الخطوة هل إلى أي مدى هي تعني أن ربما حقوق اليمنيين أصبحت في مهب الريح؟ يا سيدي الكريم، منذ أن جاءت هذه الجماعة ومنذ أن دخلت إيران في اليمن عبر هذا الذراع كما دخلت في كل البلدان العربية، حيثما وطئت قدم إيران في أي منطقة وفي أي بلد عربي اقرع على حقوق الناس السلام بكل ما فيها الأعراض والدماء والحقوق بكل ما فيها التي جاء الإسلام لصيانتها، وهي كما يقول العلماء الكليات الخمس، النفس والعرض والمال وغيرها. هذه الأشياء منذ أن وطئت أقدام إيران اليمن عبر هذه الجماعة المتخلفة لم يعد هنالك اعتبار لأي حقوق، لا للحرمات ولا للحقوق ولا للأعراف ولا للنفوس ولا للكذا، وبالتالي ليس مستبعدا من هذه الجماعة أن تمارس أي شيء بعد أن استحلت الدماء التي حرمها الله، الدماء المعصومة، واليوم تسفك الدماء يعني في الشوارع، تقتحم البيوت وتقتل الرجال أمام أطفالهم وتقتل الأبناء أمام آبائهم، يعني تصادر الممتلكات، تفجر البيوت، تفجر بيوت الله. هل تنتظر من هذه الجماعة أن يكون لها أي أو عندها أي اعتبار لحقوق الناس؟ لقد بلغت هذه الجماعة في الشر مداها وفي مصادرة الحقوق مداها، وهذا كان آخر أوراق التوت كما يقال الذي ربما تغطي بها سواء انكشفت اليوم عبر هذا التعميم المخجل الذي لو كان هنالك عقلاء في الجماعة لما سمحوا لهم أن يصدروا مثل هذا التعميم ومثل هذا، لأنه يسيء إلى ما بقي لديهم من سمعة لدى من يحاول أن يزايد عليهم في العالم من أنصارهم في العالم مثل الإيرانيين وغيرهم. يعني هذا التعميم يكشف سوءاتهم ويكشف جهلهم ويكشف أنهم لا يصلحون أبدا إلا أن يكونوا عصابة أو قطع طرق لا أكثر ولا أقل، أما أن يشاركوا في دولة أو أن يسهموا في بناء دولة
فمستحيل أن يحصل هذا في ظل هذه العقلية الهمجية المتخلفة التي لا تأبه بأي حقوق للإنسان. تفضل بالبقاء معنا أستاذ مفضل. نعود مرة أخرى لوزير حقوق الإنسان أستاذ محمد عسكر. أستاذ محمد أهلا وسهلا أخي أستاذ محمد. إذن إقدام الميليشيا على إصدار هذا التعميم بالحجز التحفظي على حسابات بنكية للعديد من الشخصيات اليمنية، مشروعية القيام بهذه الخطوة من قبلهم وماذا يمكن للحكومة فعله؟ شكرا أخي العزيز على هذه الفرصة. في الحقيقة أن هذه الخطوة خطوة باطلة ليس لها أي مشروعية قانونية، لأنها صادرة من جهة غير مخولة قانونا بإصدار هذه التعميم. وقد قام الأخ محافظ المبكي المركزي اليوم بإصدار قرار بإلغاء هذا التعميم الغير مشروع بالمرة. وفي اعتقادي أن الهدف من هذه من هذا التعميم هو هدف سياسي إعلامي، أما من الناحية القانونية فليس له أي أثر. طيب، بالتعميم الصادر عن البنك المركزي في عدن، هل انتهت فاعلية هذا التعميم للميليشيا الحوثي؟ هل باتت حقوق الناس محفوظة ومؤمنة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا؟ ماذا عن قدرة البنوك للتعامل مع هذا التوجيه؟ وإخبار الميليشيا بأنه لدينا تعميم البنك المركزي في عدن يرفض التعامل مع تعميمكم الصادر من قبل البنك التابع لكم. عفوا، لم أفهم السؤال. تتحدث عن أن البنك المركزي في عدن أصدر تعميم يقول يثبت فيه بطلان التعميم الصادر من قبل وحدة جمع المعلومات التابعة للبنك المركزي الخاضع لسيطرة الميليشيا. بهذا التعميم الصادر للبنك المركزي، هل باتت حقوق الناس الشخصية 1200 مؤمنة ومحمية؟ هل ستلتزم الميليشيا بالتعميم الصادر؟ نتحدث عن جماعة همجية لا تعترف بأي شيء. أولا علينا أن نوصف توصيف صحيح. البنك المركزي لا يوجد لدينا بنكين مركزيين، يوجد لدينا بنك مركزي واحد يتعامل معه العالم على أنه البنك المركزي الشرعي، هو المخول بحكم الدستور والقانون بالقيام بواجباته ووظائفه المحددة بحسب قانون إنشائه. ولذلك رأينا العالم يسمح لهذا البنك بإصدار العملة وطباعة العملة ونقل العملة والقيام بكافة شؤون وظائف البنك المركزي. ما حصل من وحدة جمع معلومات في فرع البنك المركزي في صنعاء هي ليست أصلا قائمة بحسب بيان البنك المركزي. وفي النهاية هو المهم الحفاظ على أموال وحقوق الناس الشخصية، وهو ما أكده محافظ البنك المركزي أنها حقوق محمية بنص القانون. واعتقد ان البنوك التي يمكن ان تنفذ مثل هذه القرارات الميليشياويه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه ضدها من قبل البنك المركزي. هذه نقطة مهمة. إذا يعني إذا بعض البنوك في العاصمة صنعاء تجاوبت مع هذا التعميم، ربما الحكومة الشرعية من خلال مؤسسة المالية ستتخذ ضدها إجراءات قانونية. نعم نعم، بكل تأكيد. طيب، بالنسبة الآن لموضوع ربما هذه الخطوة أو أي خطوة أخرى يمكن أن تقدم عليها الميليشيا، ما هي الأدوات الممكن الآن لدى الحكومة الشرعية لحماية حقوق الناس ممتلكاتهم العامة والخاصة بشكل عام؟ يعني إلى أي حد هم الآن يقدروا يستطيعوا من خلال العديد من هذه الممارسات فرض بطش ربما على اليمنيين؟ الحمد لله أن عاصمة عدن أصبحت بحسب قرار إقامة رئيس الجمهورية هي العاصمة المؤقتة، وكثير من مؤسسات الدولة نشرت أعمالها من عاصمة عدن. هدف مؤسسات الدولة بحسب الدستور وحسب القانون هو الحفاظ على الأستاذ محمد. يبدو فقدنا الاتصال بالاستاذ محمد عسكر وزير حقوق الانسان. على العموم شكرا جزيلا لك. اعود للاستاذ مفضل. استاذ مفضل، بدايه يعني نختم معك بهذه النقطه، التعميم الصادر من قبل البنك المركزي في عدن والاجراءات التي اتخذتها الحكومه الان، كيف تنظرون اليها والى اي حد يمكن لهذه الخطوات ان تحمي حقوق وممتلكات اليمنيين؟ شكرا
التعميم هو تأكيد على حماية هذه الحقوق وهو تنبيه للبنوك حتى لا تقع في فخ التعامل مع مثل هذه التعميمات الفروع البنوك أقصد التي توجد في المناطق التي تحتلها هذه الميليشيات. هو فقط للتذكير ولا هم يدركون ذلك؟ يدركون أن التعامل مع مثل هذه التعميمات مخالف للقانون المحلي وللقانون الدولي للقانون المصرفي العالمي أيضا. ولذلك كان يعني هذا التعميم من رئيس البنك المركزي في غاية الأهمية لينبههم ويذكرهم أن حقوق الناس محمية وأن هذه البنوك في حالة استجابتها لمثل هذا التعميم تتحمل حماية هذه الحقوق كاملة وتتحمل مسؤولية ذلك، وستقوم الحكومة والبنك المركزي باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وليس فقط الحكومة والبنك المركزي ولكن حتى علاقاتها بالبنوك العالمية ستكون لها آثار سلبية جدا، لأنها استجابت لمثل هكذا تعميمات تصدر عن عصابة وليس عن دولة وليس عن بنك مركزي شرعي معترف به دوليا. تستطيع هذه العصابة فقط في هذه المناطق أن تأتي بأطقمها إلى هذه البنوك وأن تنهب خزائن هذه البنوك كما تفعل أي عصابة إجرامية لا أكثر ولا أقل. أما أنه تستجيب لهذه البنوك فأنا أعتقد أن مدراء هذه البنوك ومسؤوليها حتى في المناطق الخاضعة للسيطرة الحوثي يدركون كيفية التعامل المصرفي البنكي، وإلا لما أتمنهم الناس على حقوقهم وعلى أموالهم وعلى ممتلكاتهم. ولذلك أنا أيضا مع الأستاذ محمد عسكر بأنه هذا ربما يكون هذا التعميم فقط مجرد فقاعة إعلامية غبية تضيف الأعباء على هذه الميليشيات كما تفعل دائما، تحاول أن تكحلها فتعميها كما يقال يعني. أما تنفيذه على الواقع فسيكون أمرا صعبا، بل أنا أعتقد أنه مستحيل. أشكرك جزيلا أستاذ مفضل إسماعيل أبارة البرلماني، كنت معنا من الرياض، ومن أنقرة ينضم إلينا الباحث الاقتصادي حسام السعيدي. أهلا بك أستاذ حسام. بداية، ماذا يعني إصدار الحوثيين لهذا التعميم ومدى التأثير القانوني له؟ اهلا وسهلا بكم، ويسعد مساءكم ومساء المشاهدين جميعا. ربما كان هذا القرار هو الظهور الفعلي للوجه الذي تخفيه ميليشيا الحوثيين والذي تقوم من خلاله بمصادرات حقوق المواطنين واليمنيين بشكل عام ونهب ممتلكاتهم وتفجير منازلهم. ولا ربما هذا فقط هو مقدمه لقرارات اخرى ربما تصل من خلالها إلى منازل سواء الإعلاميين أو الصحفيين المناهضين لها ونهب ممتلكاتهم ومضايقة أهلهم وداخل المناطق التي تخضع لسيطرتها. طبعا القرار من جهة قانونية غير قانونية البتة، وهو صادر يعني ما يشبه توجيه العصابات. هو في الحقيقة عصابة قامت بإصدار هذا القرار، سواء ابتداء من وكالة وزارة وكيل وزارة الداخلية أو لا أعرف ما هي الصيغة التي يحملها، بتوجيه مباشر إلى البنك المركزي وإلى وحدة جمع المعلومات المالية. هذا الأمر ليس من اختصاصه ولا يحق له أصلا إصدار أوامر بتجميد الأموال على المواطنين، على مواطن واحد ناهيك عن 1223 مواطن. طيب البنك تفضل. نعم، بالنسبة لربما القرار أو التعميم الذي أصدر من عدن هو يوضح الحقيقة أن هذا القرار غير قانوني وغير ملزم للبنوك. ربما تعرض البنوك لمضايقات كبيرة وهذا الأمر يتفهمه البنك المركزي. وسؤالي هنا عن التعميم الصادر من البنك المركزي، ما هي الإجراءات العملية التي من خلالها البنك المركزي في عدن يستطيع التعامل مع ما قامت به الميليشيا من إجراءات في خصوص تحفظ ومصادرة ممتلكات المواطنين 1200؟ نعم، في البداية أولا هذا القرار الذي أصدر من صنعاء يؤكد صوابية قرار نقل البنك المركزي إلى عدن. في حال بقاء البنك المركزي في عدن لن ينهب فقط وإنما سينهب من خلاله المواطنين. بالنسبة للبنك في عدن وكما اتضح وكما رأينا في البيان الصادر منه أصدر توجيها أو تعميما إلى البنوك بعدم التعامل. الحقيقة أنه الخيارات ربما تكون ضيقة أمام بعض البنوك التي تستقبل من جهة من البنك المركزي في عدن تعميما بعدم التعامل بالقرار، و تستلم من الجهة الأخرى تعميما مرفقا بعصا غليظة بمصادرة أموال المواطنين. ربما هي تستطيع البنوك الحقيقة أن تتحجج بوسائل أخرى أو تحاول الضغط يعني من جهة أخرى، لكن بإمكان البنك المركزي عن طريق المنظمات المالية الدولية والاتحادات المصرفية العالمية الضغط على البنوك، عفوا الضغط على جماعة الحوثي من خلال الآليات تواصل معينة بإمكانها التواصل معهم للتوقف عن هذه الإجراءات التعسفية بحق المواطنين والذين يخضعون لسيطرتهم. وأيضا هناك كانت مبادرات محلية داخلية كثيرا سمعنا بها عن تحييد الاقتصاد وتحييد العمل المصرفي حينما كان القرار قادما من عدن أحيانا، برغم أنه قرار أحيانا كان في غالب الأمر يصب في صحة المواطن بينما الآن لن نسمع لهم أي صوت.
الحقيقة يجب على البنك المركزي أن يثير هذه القضية في المحافل الدولية قبل أن يخاطب المصارف المحلية التي هي في يعني تخضع لعصا غليظة من قبل الحوثيين. طيب سنتحدث عن الممكن أمام البنوك المحلية للتعامل مع التعميمين سواء صادر من صنعاء أو عدن، لكن قبل ذلك بالنسبة الأستاذ مفضل إسماعيل يرى أن هناك صعوبة في تنفيذ هذا التعميم على أرض الواقع، هل تتفق معه؟ في حقيقة الأمر القرار هو لا يستند في إلا كوسيلة للنهب، هو يعني لن يتم فقط هو وسيلة للنهب لما وجد من أموال، وإنما هو محاولة لشرعنة ما تقوم به الحركة الحوثية. النهب قد تم، يعني مواطن أو صحفي تم نهب منزله، تفتيش منزله، الاعتداء عليه شخصيا، بعضهم موجود في السجون لديهم ويقومون بتجميد حساب. والحقيقة يعني هناك تم مصادرة كرامة الإنسان نفسه، حياة الإنسان نفسه قبل أن تتم تجميد أموال. هذا القرار هو فقط مجرد فقاعة لمحاولة، فقط محاولة أن ما نقوم بما يقومون به يعني يمتلك صبغة قانونية بأنه جاء عن طريق البنك المركزي أو جاء عن طريق الداخلية أو حتى عن طريق النيابة العامة في حال أسرة. لكن في الحقيقة الأمر أن عملية النهب وعملية التعرض للأموال هي قائمة على قدم وساق. هذا القانون ربما أو هذا التوجيه، لا نقول قانون عفوا، هذا التوجيه ربما لم يكون قابلا للتطبيق على جميع المواطنين. بعض المواطنين أو بعض الذين تم إدراج أسمائهم لا يمتلكون في حقيقة الأمر أموال أو أرصدة مالية، مواطنين بسطاء. الخوف هو من تبعات هذا القرار أو هذا التوجيه على بقية الأموال أو مثلا على الأراضي، على المباني، على المنازل الذين يمتلكون هؤلاء الأشخاص إلى جانب الأموال. الأموال هي في حقيقة الأمر بالنسبة للكثير من وردت أسمائهم في هذه القائمة ضعيفة وضئيلة جدا. إمكانية التطبيق ستكون إمكانية بسيطة، ربما حتى السطو على بعض التحويلات في حال كان بعض المواطنين أو بعض الذين شملهم هذا القرار بالتحويل لأسرهم في الداخل بعض الأموال، ربما يتم التقطع و يعني نهبها. حقيقة الأمر هو مصوغ، فقط التوجيه مصوغ لعملية نهب كبيرة، يجب أن نسمي النقاط بمسمياتها الواضحة، عملية نهب منظم. وهذا الأمر في حقيقة ليس الأول، قبل فترة تم إصدار قرار أو توجيه حوثي آخر ببسط اليد الحوثية على طيب أستاذ حسام، وزير حقوق الإنسان أستاذ محمد عسكر ألمح إلى نقطة أنه ربما قد تتخذ الحكومة إجراءات قانونية ضد البنوك التي ستتعامل مع تعميم ميليشيا الحوثي، ما هي الإجراءات القانونية الممكنة للحكومة؟ عن أي إجراءات قانونية تحدث الوزير؟ أنا في تصوري الشخصي أن على الحكومة قبل أن تفرض العقوبات على البنوك عليها أن توفر لهم الحماية. كيف تفرض عليهم عقوبة معينة بدون أن توفر لهم الحماية من غطرسات وسلاح وعصا الحوثيين؟ يجب أن يتم النظر بشكل أساسي. لكن من جهة أخرى أيضا لابد من الضغط على البنوك، وأنا في الحقيقة يعني أرى أنه يجب أن يتم وسيلة الإقناع الأدبي مع البنوك والضغط عليها، وأيضا خاصة عن طريق البنوك العالمية المراسلة وإلى آخره أو عن اتحاد الصيارفة بشكل عام. يمكن هناك طرق مع أدبية يعني، أما فرض عقوبات في تصوري في وضع يعني في وضع كهذا الوضع صعب إلى حد ما. ممكن طبعا بإمكان الحكومة أن تعمل الكثير، تجميد بعض أصول البنوك وكذا، ولكن هذا الأمر هو في الحقيقة يضر المجموع. الحكومة حين تريد أن تحمي بعض المواطنين لن تضطر إلى الإضرار بالآخرين، وبالتالي أنا برأيي يعني كإجابة الموازنة بين توفير الحماية لهذه البنوك من جهة، ويعني البنك المركزي في عدن نفسه لا يقدم خدمات للبنوك في صنعاء، البنوك في صنعاء تتبع البنك المركزي في صنعاء في حقيقة الأمر، سواء في الرقابة، سواء في الأداء المالي، سواء حتى في رفع التقارير المالية. البنك لكن وزير حقوق الإنسان استنكر عليهم بعض وزير حقوق الإنسان استنكر أن يكون هناك بنك مركزي ما زال يعمل في صنعاء ولديه صلاحيات وفاعلية ربما على بعض البنوك على الأقل خاضعة لسيطرته. نعم، يعني البنك المركزي في صنعاء هو الذي يمارس السلطة المالية على البنوك في صنعاء بحكم وجوده وحكم سيطرة الحوثيين هناك، ويتم إجبار البنوك في صنعاء على التعامل مع البنك المركزي في صنعاء فقط. ولكن أيضا كما قلت ربما يستطيع طبعا البنك المركزي في عدن أن يفرض عقوبات على البنوك المحلية، ولكن ما هي الفائدة التي سيجنيها في نفس الوقت؟ ما يقوم به النهب ليس البنوك، وإنما تقوم به النهب هي عصابة،
إذا اعتدت على منزل رئيس الجمهورية نفسه وحاولت قتله في منزله، فماذا يعني أن تقوم بتجميد حسابه؟ طيب بالنسبة للبنوك، هي تعمل في المناطق الخاضعة للميليشيا وأيضا مناطق الشرعية، ما هو الهامش الذي يمكن من خلاله لهذه البنوك التهرب من تنفيذ تعميم الحوثيين؟ هل هي قادرة على فعل الأمر؟ هناك جمعية للبنوك اليمنية ونحن ننتظر أن يصدر منها موقف، إلى حد الآن لم نرى الحقيقة موقف واضح، ربما هم يتدارسوا هذا الأمر ونراه. بإمكان جمعية البنوك في صنعاء البنوك اليمنية بشكل عام أن تصدر تعميم من خلاله يتم التفاوض مع البنك المركزي في صنعاء ومن خلاله مع، لأن هذا الأمر يحمل أضرار كبيرة وقد يعرض البنوك المركزية وبعض التجار وكذا الحوثيين وبعض أصحاب القرار الحوثيين أنفسهم للمشاكل في حال اتخذ البنك المركزي في عدم خطوة مماثلة. لكن الخيارات ضعيفة جدا، فقط هناك يعني كما رأينا مثلا عندما تم فرض جمارك جديدة على التجار قاموا بعمليات احتجاج وشكوا هنا وهناك، ولكن في الحقيقة قامت الحوثيين في النهاية قاموا الحوثيين بفرض الجمارك الإضافية والضرائب الإضافية على التجار ولم يستطيعوا فعل شيء. يعني في الخيارات محدودة، لكن بالمقابل يمكن الاحتجاج على صدور هذا القانون أو استثناء بعض الأسماء، إعادة غربلة معينة مثلا، يعني ممكن هناك وجود بعض الحلول تستطيع البنوك المحلية أن تقوم بها. ممكن أيضا يعني لا نعرف هل لدى الحوثيين قائمة بأصول معينة، قد ربما يتم اتهام البنوك بالتستر على الأموال أو محاولة إخفائها. هذا الأمر يعني يعتمد على مدى أو يعني مدى سيطرة الحوثيين على القرار الذي يمتلكه أو على قرار البنوك المحلية في الداخل، وهي كما نراه الحقيقة سيطرة تقريبا شبه مطلقة، يتم التوجيه ويتم التطبيق عنوة وليس اختيارا. هذه هي النقطة التي يجب أن يتنبه لها الجميع، وبالتالي الضغوط يجب أن توجه، لا بأس من الضغوط ممارسة الضغوط على البنوك المحلية، ولكن يجب أن توجه إلى من قام بإصدار هذا القرار والذي يقوم بالحقيقة بالنهب المستمر لأموال المواطنين و بشكل عام. وبالتالي أيضا يمكن أنا برأيي أن النقطة ربما إلى جانب يعني التعميم للبنوك بعدم التعامل مع هذا التوجيه ومحاولة إيجاد بدائل، الاستعانة بالمنظمات الدولية التي تتعامل مع الحوثيين سواء في تقديم الإغاثة أو حتى في المجال المالي، ما تزال هناك بعض الصناديق العالمية أو المؤسسات المالية لديها قنوات تواصل، والمؤسسات الأممية لديها قنوات تواصل مع الحوثيين، يمكن من خلالها الضغط على الحوثيين بعدم تنفيذ هذا القرار. ولكن كما قلت وأسلفت في البداية، في حال بما أن الحوثيين قد قاموا أيضا بنهب كل أموال المواطنين والاعتداء عليهم وسجنهم وحبسهم، ربما الكثير من ضمن تضمنتهم هذه القائمة في السجون بعضهم، وبعضهم تم تهجيرهم قسرا، فماذا يعني أن يتم تدميد أموالهم؟ في الحقيقة لقد تم أخذ الأموال بالكامل، وإنما كما ذكرت أيضا ربما يكون هذا مقدمة لسرقة بقية الأموال غير المنقولة، اعتداء على العقارات أو حتى على أهاليهم الموجودين هناك، التقطع للحوالات إذا في حال كان حوالات يتم يعني سبق وأشرت لذلك. أستاذ حسام أشكرك جزيلا، حسام السعيد الباحث الاقتصادي كنت معنا من أنقرة، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، في أمان الله.